الاستفادة من هذه المباني القديمة في إنشاء قرية تمنح الشعب المتعبين بين بسبب هذا العيش بالمدن الضخمة والغالية فرصة للإقامة في هذه القرية الواقية على شاطئ البحر والميناء من أجل الراحة. نعم هكذا ولدت قرية لبس وستفقى 127 شابا في صيف عام 2018 ومن بينهم أقام 60 شاب لمدة سنة كاملة حيث أقاموا بشكل جماعي وتواصلوا وتقاسموا حكاياتهم الشخصية وغادروا للرحلات إلى الجبال والبحار والجزر القريبة من المنطقة وبعد فترة محددة رجع البعض بينما البعض الآخر لم يترك المنطقة وفتحوا مدام خاصة في المأكولات النباتية. وهناك يعني من حصل على وظيفة أو غادر ثم رجع إلى المنطقة مرة أخرى للإقامة فيها بشكل دائم. الآن مر حوالي 30 ويبلغ عدد الشباب المتبقيين حوالي 36 وازداد عدد الأماكن الجديدة التي يديرها حول الشباب. يعني قبل كل شيء يسرني هذا الخبر أي خبر زواج شاب من بنت كانت تعيش في تلك البنت. وسيستمر قدوم شباب جدد إلى هذه المنطقة للإقامة فيها لفترة قصيرة مهددة أو طويلة غير مهددة. طبعا